المكتبة الذي نحن بصدد الحديث عنها هي مكتبة كارفانيلي ستيل الديزاين ميد إن إيطالي. انظروا إليها كم هي جميلة، صناعتها من خشب يطول سنين، وحقيقة منه الفراعنة صنعوا التابوت، والنتيجة هو يدوم إلى يومنا هذا. انظروا إلى جمالها، لينتارسيو ما نسميه باللغة الإيطالية، انظروا إلى جمالها. تفتح من هنا، عندها صندوق من هنا، وعندها كاسيت أخرى من هنا، عندها كاسيت أخرى من هنا. والله هي غنية عن كل الكلام. تجدونها على موقع www.articolipercasa.it. والسلام عليكم.